فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، وهذا الحديث حديث عظيم، أنه جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس حوله أصحابه على عادتهم في تلقي الحديث والتوجيه منه صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن أنه خشي على أمته من زهرة الدنيا وما يفتح عليهم من زهرة الدنيا، فهذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنها ستفتح على هذه الأمة الدنيا، وقد وقع ما توقعه صلى الله عليه وسلم، وأنها فتحت الدنيا على المسلمين بعد ذلك.